بهاء القم يلعب الكرة العرضية وبيلانتي، نعم بيلانتي، ركلة جزاء. أوه على هذا السيناريو، أوه على هذه البيلانتي، بطاقة صفراء لمحمود صالح للمدافع الأيسر لنادي الترجي، وبيلانتي وركلة جزاء يتحصل عليها شهاب. نعم نعم، قلت وذاتي محمود لديه بطاقة صفراء، أشهرت لديه الثانية وبالتالي حمراء حمراء حمراء. مكبر على مرمى غسان علي، فادي جول جول، هدف أول لفريق المكبر. النسور النسور تحلق في سماء الخليل، تأتي بهدف من علامة الجزاء بقدم فادي سلبيس. هذه الإعادة شوف فادي بسهولة وضعها.